مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المنبر. اليوم متواجدين في لجنة أو هيئة تقصي الحقائق والمصالحة اللي أنشئت بقرار من المجلس الوطني الانتقالي السابق، أيضا من قبل المؤتمر الوطني ودعمت من قبل المؤتمر الوطني. هذه الهيئة طبعا من خلال ما حنعرفوه اليوم رح نطرحه على المسؤولين فيها ورئيسها وأعضائها العديد من الأسئلة حتى اللي يسأل فيها الشارع، ونبو نعرفه حتى ونبو نعرفه بها شنو هيئة المصالحة أو شنو هيئة تقصي الحقائق، وش يعني شن مهامها وشن ممكن تدير للمواطن اللي تضرر من العهد السابق ومن النظام السابق. تابعونا مشاهدينا الكرام. تعرف عليك استاذ قبل كل شيء. مرحبا، محمد عبد الله البوسيفي، عضو هيئه تقصي الحقائق والمصالحه فرع الزاويه. استاذ محمد طبعا رحبوا بك في ليبيا الاحرار. المواطن يسال، يعني في بدايه الحلقه نبغى نعرف هيئه تقصي الحقائق، في اللي يسال شن هي، من كونها وشن اهدافها. يا ريت تجاوبنا يعني على الأسئلة هذه، لأن ما هيش أسئلتنا بس أسئلة المواطن الليبي اللي ممكن يتفرج علينا حاليا. نعم، هيئة تقصي الحقائق والمصالحة هيئة أنشئت بقرار من المجلس الوطني الانتقالي في 2012 في الشهر الثاني يوم 26/2012 بقانون رقم 17. هذا القانون أنشئت من خلاله أو به هيئة تقصي الحقائق والمصالحة التي تهدف إلى مصالحة وطنية عامة بين أبناء الشعب الليبي كاملا، وهذا هدفها الرئيسي الذي يمر بمرحلة تقصي الحقيقة والبحث والوصول إلى الحقيقة وجبر الضرر وتعويض المتضررين و يعني رأب الصدع بين أبناء الوطن جميعا. أنت ذكرت يعني هل بحاجات حنتكلم عليها ممكن في حلقتنا، لكن يعني نبدأ بك بالبداية. هيئة تقصي الحقائق بالتأكيد يعني مش هي اللي تمشي للمواطنين وتستفسر عليه هل عندهم شكوى ولا لا، يعني أكيد المواطنين المتضررين سواء يعني من حسب يعني قراركم من ألف من يعني من 69 من انقلاب المشؤوم إلى الآن، يعني كيف طريقة استقبال الشكاوي من المواطنين؟ باش حتى المواطن، في مرات مواطنين يتفرجوا علينا يعرفوا أو يبوا يرفعوا شكوى في أي يعني قضية كانت، وشن هي القضايا اللي ممكن المواطن أنه يرفع ضدها يعني ويأخذ تعويض عليها أو أنه يجبر الضرر تاعها. هيئة تقصي الحقائق والمصالحة هيئة وطنية لها 7 فروع في ليبيا على عدد محاكم الاستئناف في ليبيا، تبدأ من يعني شرقا في الجبل الأخضر وبني غازي ومصراتة وطرابلس والخمس والزاوية، وكل محكمة استئناف عندها مساحة جغرافية تدخل إلى عمق التراب الليبي. الآن يعني شبه حصل اتفاق على أن يتم التعرض ل5 ملفات. أول ملف اللي الآن تقبل فيه الشكاوى مذبحة أبو سليم، سجناء الرأي، موضوع النازحين داخل البلاد، أحداث الجبل الأخضر لسنة 1995 وما بعدها، الخامسة حادثة إسقاط طائرة الخطوط الجوية العربية الليبية قرب مطار طرابلس الدولي. هذه الملفات الخمسة الآن أعلنت هيئة تقصي الحقائق لذوي الشأن أنها ستبدأ في قبول الطلبات في الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق المتعلقة بهذه الملفات الخمسة. سيأتي فيما بعد القضايا الأخرى، يعني كل الشكاوى لدى الليبيين الذين تضرروا في ما بين 1969 و17/11/2011 يعني وما بعدها، وما بعد 2011 وما بعد بداية الثورة، يعني كل الانتهاكات التي تحصل للمواطنين في ليبيا من كل الأطراف، الهيئة
يعتبر من صميم اختصاصها أن تنظر في مثل هذه الملفات وأن تجبر الضرر وأن تصل إلى الحقيقة وأن نصل من خلالها إلى سلم اجتماعي في الوطن الليبي الذي نصب إلى أن يكون خير الأوطان. فيما يخص البنود الخمس أو القضايا الخمس أو المواضيع الخمس اللي فتحتوا أنتوا بابها، باب قبول الشكاوي فيها، هل استقبلتوا؟ أنا حنسألك عليها يعني لما اختيار الخمس هذم بالذات يعني في البداية، لكن قبل ما نسألك هل استقبلتوا يعني شكاوي في الموضوع في المواضيعات الخمس هذم؟ وقداش شكوى ممكن استقبل؟ نعم طبعا كل فرع من فروع هيئة تقصي الحقائق والمصالحة الملفات عنده عملية نسبية، قد يأتيني في ملف مذبحة أبو سليم في طرابلس مثلا في 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 بنغازي أو في الجبل الأخضر قد يأتي إلي 200 ملف، وقد يأتي في الزاوية 20 فقط، لأن على عدد السجناء الذين كانوا في المذبحة في بوسليم، ممكن يكون كان مسجون في سجن بوسليم بخصوص بهذا الخصوص من فرع الهيئة في الزاوية 50 فقط مثلا، ويكون من الجبل الأخضر 100، فيتقدم لهذا الفرع فرع الزاوية مثلا 50 ويتقدم 100 في فرع بنغازي ويتقدموا 50 ولا 20 في فرع آخر، فنسبة التقدم بنسبة الناس اللي كانوا موجودين في السجون من مناطقهم. أنت سألتني قلت لي الآلية هذه اللي ليش اخترتوا أنتم الخمسة هذه بالتحديد؟ أنا حنسألك عليها. يعني في اللي هم ممكن كبداية حتبدو بالخمس أشياء هذا، لكن في اللي تسأل، أنت ذكرت أن حتى بعد ثورة 19 فبراير فيه بعض الانتهاكات حصلت وانتم حتتقصوا الحقائق فيها. في اللي يتساءل يعني امتى حتفتحوا باب القبول الشكاوي في الامور الاخرى، يعني بغض النظر يعني سواء الانتهاكات بعد ثورة 19 فبراير او حتى المواضيع الاخرى اللي حصلت حتى قبل الثورة، يعني من باب احقاق الحق لابد ان نعطي لكل ذي حق حقه حتى في الحق التاريخي الزمني. أنا لما نجي الآن نعالج انتهاكات ما بعد مثلا ثورة 17 فبراير ونخلي اللي انتهك حقه من 40 سنة يكون هو ممتعض ويكون هو غير راضي، لأنه يقول أنا الأول، أنا اللي تضررت الأول. فإحنا أخذنا بالترتيب وبالذات اللي لها علاقة يعني بالدماء، لأن هي أهم المطالب وهي حقوق الدماء. عليكم السلام ورحمة الله. هي حقوق الدماء هذه أهم المطالب، يعني في سجن أبو سليم هناك حقوق دماء للناس، في سجناء الراي أيضا هذا حق دماء، فنحن أخذنا بالترتيب، يعني الحقوق المادية قد تأتي في الترتيب الثاني، لكن نحن الآن نتحدث عن حق الذات، حق النفس البشرية التي أزهقت بغير حق، التي أزهقت ظلما. فهذه الملفات تتعرض في بالترتيب الطبيعي الانسيابي، وهو أن الدم أهم من المال، الأنفس أهم من الأموال. احنا بدأنا بحقوق الليبيين في الأنفس في الدماء، وهذه الملفات تتعرض لهذا الموضوع، والترتيب هذا ترتيب زمني، يعني نعطي لكل ذي حق حقه حتى في الزمن. سؤال أخير يعني لحضرتك تحديدا، يعني أنا ممكن سؤال محرج شوية، في اللي يتفرج ديما مثلا على وسائل الإعلام أو حتى من خلال تواجده يعني في المحافل وفي المناسبات، في اللي ديما يسمع في المصالحة السلم الاجتماعي، يعني الوسائل الفعلية لتحقيق مثل هذه الأمور، يعني دفع تعويضات، جبر الضرر زي ما ذكرت حضرتك، يعني هل ترى أن الموضوع هذا بالذات يعني يجب أن يتم فيه لجان تعويضات ويعني وأشياء فعلية حتى أشياء مادية ملموسة لجبر الضرر ويعني المساهمة في السلم الاجتماعي أكثر من كونها يعني كلمات يعني ومصطلحات بس تقال في المحافل؟ يعني أنا ما أقصدش حضرتك، نقصد بصفة عامة يعني. بارك الله فيك وجزاك الله خير. ربما أنت تأخذني إلى ذكر أهداف القانون أو ما تهدف إليه هذه الهيئة. الهيئة تهدف إلى ترسيخ السلم الاجتماعي، إلى ردع انتهاكات حقوق الإنسان لكي لا يستمر في الانتهاك، إلى بث الطمأنينة في نفوس الناس وإقناعهم بأن العدالة قائمة وموجودة وفعالة، تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة في انتهاك حقوق الإنسان، توثيق الوقائع أو يعني موضوع العدالة الانتقالية،
تعويض الضحايا والمتضررين، تحقيق المصالحات الاجتماعية. نحن مع العمل الميداني الواقعي الملموس، نحن لا نقول قولا. الهيئة جعلت لترضي أو تحاول إرضاء كل الأطراف، تحاول جبر خواطر كل الناس، تحاول مع الناس للوصول إلى الحقيقة. نحن كلنا أحبة الوصول، نحب أن نصل إلى الحقيقة. ثم الدولة تكفلت بأن تجبر أضرار المتضررين وأن تجمع وحدة المجتمع الليبي، وحدة الصف. فهذه يعني إن شاء الله ستجدون في المستقبل يعني عمل على أرض الواقع، ستجدون نتائج ملموسة بعون الله سبحانه وتعالى ترضي المجتمع الليبي. ونحن يعني الرقيب علينا أولا الله سبحانه وتعالى، ثم أننا تقودنا ضمائر وتقودنا وطنية نبحث من خلالها للوصول إلى الحقيقة. بارك الله فيكم، شكرا لقناة ليبيا الأحرار. شكرا لك أنت، ربي يحفظك. الله يبارك فيك، شكرا. حسين مختار البويشي، رئيس هيئة تقصي الحقائق والمصالحة. طبعا في البداية رحبوا بك في ليبيا الأحرار. هيئة تقصي الحقائق، يعني المواطن الليبي يعني في الشارع الليبي يسأل شنو هي الهيئة، شنو ممكن رئيس الهيئة يعني يجاوبنا على السؤال هذا أو على سؤال الناس يعني في الشارع؟ هيئة تقصي الحقائق أنشئت بموجب القانون رقم 17 لسنة 2012 الصادر عن المجلس المحلي الوطني الانتقالي. شكلت الهيئة لها 7 فروع في كافة أنحاء البلاد، بداية من البيضة إلى بنغازي إلى مصراتة، الخمس، طرابلس، الزاوية، 7. كل فرع من هذه الفروع به لجنة إدارة تتكون من رئيس وعدد من الأعضاء المتخصصين في كافة المجالات. تختص الهيئة تقصي الحقائق بما يقدم إليها من المضرورين من النظام السابق بداية من 1969 وإلى أن تنتهي المرحلة الانتقالية. تحقق الهيئة فيما يقدم إليها من طلبات. إذا مهمتها تقصي الحقائق أولا، ثم إذا ثبت لها الضرر المدعى به سواء كان لحق بالمال أو بالعرض أو بالنفس، فإذا ما ثبت الضرر وكان لا يشكل جريمة تقدر التعويض للمضرور، وإذا شكل جريمة وكان مرتكب هذا الفعل شخص طبيعي وهو مجيد تحيل إلى النيابة لمحاكمته. هذه هي تقصي الحقائق، هذه مهامها وهذه أعمالها، إضافة إلى تعاونها بكافة مؤسسات المجتمع المدني فيما يقدم إليها من عمل. طبعا احنا ممكن حتى من لقائنا السابق يعني تكلمنا شوي وتعمقنا في هلبة مواضيع، بس نبغى لموضوع تاني ممكن هو المواطن يعني يتساءل عليه، موضوع واللي يعني أسمي في قرار المجلس الوطني الانتقالي أسمي صندوق تعويض الضحايا. يعني المواطن يسأل هل بدأتم في تعويض الناس؟ هل مثلا يعني كيف آلية التعويض؟ الناس اللي بتقيم التعويض في حالة الأضرار النفسية أو المعنوية في العرض أو في أي شيء، يعني كيف سيتم تقدير هذا التعويض؟ يعني نحن لحد هذه اللحظة لم نبحث في موضوع المضرورين، لأن الظرف الحالي الأمني وظرف الدولة لا يسمح بالوصول إلى الحقيقة كاملة دون تأثير من الجوانب الأخرى. إذا لم تقم الدولة ويشارك الشعب، جميع أطياف الشعب تشارك في قيام الدولة، ويضع الشعب مصلحة البلاد العليا التي من أجلها قدم الضحايا فوق مصلحته الشخصية، لا يمكن أن تتحقق المصالحة، والمصالحة شرط لقيام الدولة. أما إذا سار الشعب إلى فيما يجري الآن من معظم الشرائح وهو الوصول إلى خزينة الدولة بأي حال من الأحوال وبأي وسيلة، لا يمكن أن تقوم الدولة ولا يمكن أن تتحقق المصالحة، لأن المصالحة يسبقها معرفة المضرور من مرتكب الضرر، وهذا يتطلب قيام الدولة حتى يعرف كل شخص حدود حقوقه. أنا سامحني، عندي سؤال يعني مستحيل إن نقدر نتجاوزه من خلال يعني استنبطته من خلال كلامك. حضرتك قلت ان الظرف الحالي يعني ما يسمحش لتقصي الحقائق بدون تاثير. هيئه تقصي الحقائق والمصالحه يعني كيف تلعب دورها في هالظروف اللي حكيتها انت في المصالحه الوطنيه وفي السلم الاجتماعي، خصوصا ان المصطلحين هذو مهمين جدا للوصول يعني حتى بالدوله الى على الاقل الى البناء والى الاشياء هذه. يعني
المصالحة هي ليست هيئة تقصي الحقائق، ليست محكمة تفصل في نزاع، إنما تصل إلى النتيجة المضرور من محدث الضرر، ثم بعد ذلك تعرض المصالحة. والمصالحة زي ما قلنا هي تحدثنا أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من حقه. فالظروف اللي نعيشها الآن، الظروف الأمنية بالذات، إذا كان من يرتكب الضرر حاليا الدولة غير قادرة على التحكم فيه، فكيف لهيئة تقصي الحقائق أن تصل إلى محدث الضرر من 40 سنة مضت؟ من هو الجهة اللي بتساعدها اللي تصل إلى النتيجة المجردة؟ هذه الحقيقة المؤلمة التي نعيشها، والتي من أجلها ننادي الشعب بنسيان أحقاده والوصول إلى الحق بوسيلته الشخصية، ويترك هذا للدولة ويساعد الدولة على قيامها. هذا نكرر في كل الأوقات. الظروف حالية غير صالحة للعمل على التعويض ولا تقصي الحق. أما قيام الصندوق الحالي لم يودع فيه أي شيء ولم تتخذ أي إجراء، وأنشئ على الورق ولكن عمليا لم يتخذ أي إجراء في هذا الموضوع. هل من خلال كلامك نعرف أنك أنت ممكن على الأقل تطالب الجهات المعنية يعني بأن هي على الأقل يعني يكون فيه تسهيل يعني على الأقل مبالغ يعني قوموا بها على القلب بتعويض الخمس بنود اللي انتم طرحتوها يعني سجناء الراي؟ لا يحضرني يعني تحديدا البنود اللي حطيتوها في على القلب في قبول الشكاوي في المرحله هذه، ولكن يعني من خلال كلامك هل الهيئه تعاني ممكن من نقص في الموارد، من بعض المشاكل مثلا في عملها؟ هو بالنسبه للهيئه لا يمكن ان تطالب، لانها اللي تذكر حضرتك الصندوق صادر به قانون ملزم الدولة بتفعيل هذا القانون وتنفيذه، فهذا من مقتضيات الأمور، ما لا يتطلب أن نطالب به أبدا. يعني هذا الموضوع موجود بقانون، وعلى الجهات المعنية بها أن تنفذ هذا القانون وتضع في حساب الصندوق ما يكفي لتغطية النفقات. لكن إذا سرنا في هذا الموضوع، ميزانية الدولة كلها لا تغطي الأضرار كلها. ولكن أنت ذكرت نوع قانون، ولكن القانون لا يعني بأن الدولة يعني ملزمة بهذا الشيء، لربما يعدل القانون لربما يلغى مثل أي قانون. يعني لحد الآن إذا لم يعدل أو يلغى فهو واجب على الدولة أن تنفذه. الهيئة كونت فعلا من 6 أشخاص ورئيس، جميعهم قضاة متقاعدون، وطالبت الهيئة بأن تشمل أعضاها، أن تشمل عديد التخصصات. والآن معروض مشروع القانون بحيث تتكون الهيئة من جميع التخصصات، بحيث يضاف إلى الهيئة أعضاء آخرين يمكنهم من خلالها أن يسيروا العمل. الهيئة هي مهمتها رسم الخطة، لكن تنفيذ العمل، حضرتك سألت بدري من ينفذ العمل؟ ينفذ العمل الأعضاء في الفروع. الفروع عندنا 7 فروع، كل فرع فيه 5 أعضاء من مختلف التخصصات. المجتمع المدني، مؤسسات المجتمع المدني، هم اللي بيقبلوا الطلبات وهم اللي بيحققوا فيها وهم اللي بينتهوا إلى نتائج. بمعنى أن جميع مؤسسات المدني، المجتمع المدني تشارك في عمل الهيئة وتنتهي إلى عمل فيه. هذا جانب. الجانب الثاني سألت ما هو دور المجالس المحلية. المجالس المحلية حقيقة ساعدتنا بكل ما لديها إمكانيات، من إمكانيات أعطتنا مقار وأتت بعض المقار وتعاونت معنا في كل مجال، وما زلنا نتعشم في أن التعاون يكون أكثر وأكثر، بحيث المجالس المحلية هي نواة الدولة وهي اللي بتساعد على قيام الدولة وهي اللي يتجب عليها المساعدة على قيام الدولة في مقدمتها النازحين. النازحين لقينا عندهم مشاكل في الداخل، المشاكل اللي موجودة عندهم، الطلبة مش لاقين وين يدرسوا، خاصة في كانوا يدرسوا في مواقع تعذر عليهم الحصول على مستندات تثبت السنوات اللي هم فيها بحيث ينتقلوا إلى أماكن أخرى. المفروض تكرس جميع الجهود لتوفير هذه حتى تخف الحدة. هذو أهلنا وناسنا ومواطنينا، لابد أن يجتمع جميع مؤسسات المجتمع المدني. كلمة أخيرة، أنا نطلب من الشعب أن يتعاون مع الجسم الشرعي اللي انتخبه، اللي هو المؤتمر الوطني، ليتمكن من القيام بعمله والحكومة. ونطلب أيضا من المؤتمر الوطني أن يتفرغ لهذه الأمور حتى تقوم الدولة وتنتهي المرحلة الانتقالية، ونطلب الله التوفيق للجميع. هذا ما لدي من
وشكرا لكم. بأخيرا أشكركم على هذا التعاون وعلى هذا الجهود، وأتمنى إن شاء الله التوفيق للبلاد والعباد. مشاهدينا الكرام، متواصلين في لقاءاتنا اليوم على موضوع هيئة المصالحة وهيئة تقصي الحقائق والمصالحة. طبعا أيضا نتواصل في لقاءاتنا مع أحد الأعضاء. نرحب بك أستاذ القاسم أبو بكر بن صالح، عضو هيئة المصالحة. عضو هيئة المصالحة تحديدا. تقصي الحقائق هو لأن احنا اتخذنا المصطلحات الحلوة هذه اللي بالتأكيد نبدو بها ليبيا جديدة فتختلط يعني علينا. هيئتكم وانت كعضو اليوم فيها، يعني لو أعطيتك رسالة للمواطن الليبي البسيط اللي هو يستنى في مثل هذه في مثل عمل الهيئة، يعني شنو ممكن توجه للمواطن؟ يعني شنو ممكن توعده كشخص على الأقل مسؤول أمام الله قبل أي شيء؟ أولا نشكر هذه القناة على إتاحة هذه الفرصة، وثانيا نترحم على أرواح شهداء 17 فبراير، ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا وعودة مفقودينا. الرسالة اللي بنوجهها للمواطنين في هذا القانون وهو تقصي الحقائق والمصالحة، أن يراعي الله في كل من يتقدم بطالب بمظلمته، أن يتقي الله وأن يراعي الله وأن يقول الحقيقة فيما يعني يقدمه للهيئة من موضوعات، يعني لابد أن يتقي الله وأن يقول الحقيقة يعني، وأن تتجه كل المواطنين إلى المصالحة وإلى نبذ الأحقاد بين الجميع حتى تستقر الدولة ونعيش مجتمع سعيد هانيا. يعني انا ذكرت حتى سؤال للاستاذ، يعني استاذ محمد، استاذ محمد عضو، تمام، ذكرت له حول موضوع الناس اللي راح تقوم بتقدير الضرر، ما بيش نقول التعويضات، يعني بيش يعني الموضوع نخلي موضوع مادي بس، تقوم بتقييم الضرر ويعني الفصل بين المتضرر واللي سبب الضرر. يعني شن معايير اختيار الأشخاص هادم، يعني الأعضاء اللجان هذه يعني وحتى أعضاء الهيئة، يعني في اللي يتساءل يعني كيف تم اختيارهم، كيف مثلا كيف يعني شن معاييرهم؟ هذه ما هيش سؤال، يعني سؤال الناس، لأن أنا نحاول حتى من خلال الحلقة يعني أن تكون استفسارات الناس وتجاوبوا عليها حضرتكم، لأن المواطن يبي من يفهمه، يبي من ياخذ بإيده. يعني هو أعضاء الهيئة أول حاجة يعني جلهم من المستشارين المتقاعدين والقانون، وهو قانون بيطبق وقائع على ما يقدم إليهم من وقائع، فلابد أن يكون الناس مختصين، ثم أعضاء الفروع في محاكم الاستئناف اللي خمس فروع هم في كل محكمة استئناف، يعني الناس متخصصين في الإدارة في العلوم الأخرى يعني ليتوصلوا إلى الحقيقة وإعطاء النتيجة سليمة ليصل كله دي حق الحق يعني. فهذه الاختيارات يعني أول حاجة أعضاء الهيئة كانوا جلهم من القضاة المستشارين يعني المتقاعدين، وهو قانون يطبق على وقايع يعني زي المحكمة يعني، إلا أن اختلفت التسميات يعني، بس هذه النتيجة. سؤال أخير كهيئة، يعني هل تعمل في تنفيذ ما نص عليه حتى قانونكم رقم 17 سنة 2012؟ بعض القصور اللي لاحظته الهيئة في القانون السابق، قدمت مذكرة لتعديل مشروع القانون وهو معروض على المؤتمر الوطني ونحن في انتظار يعني، ولكن الآن اشتغلوا بالقانون على ما هو قائم يعني. شنو هو التعديل يعني؟ شنو بعض النصوص اللي مثلا زي سقف التعويض مثلا المعنوي كذا، يعني مثلا بعض القصور فموجود في النصوص الموجودة المعدلة يعني. ايه، وبعدين احنا دبنا اعلان للمواطنين، لعل بكري انت يعني ما عرضتش اي الاعلان للمواطنين عشان يعرف كل مواطن. الان بادين بخمس اهداف احداث بخمس احداث مواضيع، يعني هذه معروضة الآن على الشاشة، كل مواطن يعرفها، وأن يتقدم لفروع الهيئة كل حسب، وليس محل الاختصاص محل مثلا زي ما تقول اختصاص محلي، مثلا اللي في البيضة يجوز له وهو مقيم في الزاوية. تمام، شفناها يعني، يا ريت بس
مثلا مواطن مقيم في الزاوية، في فرع الزاوية وهو من البيضة، يجوز لأن يتقدم بمظلمته إلى فرع الزاوية، ليس هناك اختصاص محلي يعني لتسهيل للمواطنين يعني. وبعدين احنا تسهيل للمواطنين ممكن الهيئة تنشي مكاتب في بعض المناطق اللي مناطقها متسعة، مثلا زي فرع الزاوية مثلا اختصاصها إلى الجنوب، إلى سبها، إلى غات يعني. فباش نسهلوا عملية المواطن يعني يتقدم بطلبة بأقصر جهد يعني، بأقصر جهد يعني. فالهيئة هي عازمة على هالشيء وأفاقها متفتحة للمواطن وتسعى لراحة المواطن، وهذا الهدف من يعني إنشاء المكاتب مع الفروع يعني لتسهيل الانتقال للمواطن يعني. شكرا لك، بارك الله فيك. شكرا. حسين صالح اليسير، نائب رئيس هيئة تقصي الحقائق والمصالحة. طبعا رحبوا بك قبل شوي في ليبيا الأحرار، و يعني حتى من خلال يعني الكلام واللقاءات مع الأساتذة الأفاضل اللي كانوا معنا في حلقتنا اليوم، عرفنا هلبة حاجات، نبغى نعرف ممكن حاجات تانية من حضرتك. الهيئة كهيئة يعني موجودة حاليا قائمة، كيف يتم تعاملها مع المواطنين؟ يعني ممكن تطرقنا للشيء هذا، ولكن نبو للتأكيد أكثر في الموضوع هذا. يعني المواطن يعني شنو المراحل اللي يمر بها في تقديم مظلمته، وشنو يعني من البداية للنهاية؟ بسم الله. أولا فيما يتعلق بموضوع المواطن وكيف يعني يتصل بهذه الهيئة ويطلب حقه، احنا أعددنا نموذج ووزعناه على كافة الفروع لتسهيل تقديم المواطن لمظلمته إلى هذه الهيئة، حتى لا تختلف. أولا عملنا البيانات عن مقدم الطلب، وبعدين الوقائع، يعرض البيانات ثم الوقائع ثم المستندات التي يستطيع أن يقدمها تدعيما لطلبه ثم الطلبات. هذه هي النماذج، هي ليست الإلزامية ولكنها تسهيلا للمواطن حتى لا تختلف الطلبات من طلب إلى آخر، وحتى لا يمكن تنقص عنا بيان من البيانات ما يأتيش به يبقى فيه مشكلة حتى في إعلانها وغيره في مثل هذه الحالات. هذا فيما يتعلق أما فيما يتعلق بموضوع هذه الطلبات، فإن القانون وضع معنوانا لهذه الهيئة، هي تقصي الحقائق والمصالحة، أي بمعنى أنه يتعين بادئ ذي بد أن تبتدئ هذه الهيئة في موضوع تقصي الحقائق. وتقصي الحقائق شنو معناه؟ معناه أن الهيئة هذه يعني تبحث عن الحقيقة حتى تصل إلى نتيجة بأن هذا الشخص هذا هو مظلوم، يعني هو معتدى عليه، وهناك طرف آخر معتدي. إذا كان هذا المعتدي لا زال موجودا، كما ذكر الأستاذ حسين البعيشي في بداية الحديث، أن الهيئة تحقق في هذا الموضوع، مش لابد معه هو إذا كان مثلا لم يحضر، هو إذا كان لم يحضر وأبى فإحنا ما عندناش قوة أن إحنا نستطيع أن نحضره بالقوة، ولكن لنا أن نحقق في هذه المسألة. فإذا ما انتهينا إلى أن هذا الشخص اللي هو موجود حاليا على قيد الحياة وعندنا القدرة على أن نتواصل معه، ففي هذه الحالة أن الهيئة تنظر هل هذا الفعل الذي قام به يكون جريمة وإلا ما يكونش، إذا كان يكون جريمة فتحيله إلى النيابة العامة للتحقيق معه ولمحاكمته أمام القضاء. ويبقى الشق الثاني من الموضوع، وهو الشق التعويض. شق التعويض هذا موقوف على حاجتين، موقوف على إصدار اللائحة التنفيذية التي نص القانون على أنها تصدر من مجلس الوزراء وهي لم تصدر إلى حد الآن، والموضوع الثاني هو تفعيل الصندوق تعويض الضحايا، وهو أيضا موكول لإصدار قرار من مجلس الوزراء. وهذان القراران سواء كان الذي يتعلق باللائحة التنفيذية التي هي نظمت كيفية التعويض والدعائم والأسس والمعايير التي يتم على أساسها التعويض، الصندوق تعويض الضحايا الذي لم يصدر بعد ولا يكون ولا يتم ولا يمكن أن يتم التعويض إلا به. ولكن الهيئة قد تفضل
أنها لا تتقيد بهذا الترتيب، أي بمعنى أنها لا تتقيد بترتيب أنه لا بد من تقصي الحقائق ثم المصالحة، لأن المصالحة عبارة عن شقين: مصالحة اجتماعية ومصالحة ما بين محدث الضرر والمضرور. فإحنا الآن ساعيين من جانب آخر أن احنا نسعى إلى موضوع المصالحة التي هي في الترتيب القانوني هي الأخيرة، ولكن بما أنه زي ما ذكر الأستاذ حسين أنه في حد يعني في هذه الظروف بالذات قد لا يمكن أن احنا نتقصى الحقائق بالمعنى المطلوب الذي نستطيع أن نصل فيه إلى الحقيقة الدامغة والكشف عن الحقيقة بدون يعني أي نقص. وقد قلنا وقد ننتقل إلى الموضوع الثاني وهو المصالحة الوطنية أو المصالحة الاجتماعية ما بين فئتين من الناس أو بلدين أو قريتين أو مجاورين أو حتى أشخاص طبيعيين لا بأس. من خلال كل ما ذكرته يعني هي يعني أمور أكيد لها ارتباط، أو حتى يعني من خلال الجهات التي تتعاون معهم يعني فيه سواء مجالس محلية، وزارات، مؤسسات مجتمع مدني، يعني بكافة الفصائل وبكافة أنواعها وبكافة شرائحها. هل لقيتوا تعاون؟ هل لقيتوا ترحاب من هذه المؤسسات ومن هذه بغض النظر عن كونها حكومية أو غير حكومية، هل لقيتوا أن هي فعلا مرحبة بهيئة تقصي الحقائق، مرحبة بدورها، مرحبة بعملها، مرحبة بأن هي فعلا تقدر تحقق أهدافها في الشارع الليبي؟ أولا القانون رقم 17 نص على أنه للهيئة أنها تطلع على كافة المستندات الموجودة في كافة دوائر الدولة، وأوجبت على كل شخص له علاقة بهذا الموضوع أنه يتعاون مع هذه الهيئة، وإذا ما تعاونش أو أبى أو أتلف مستندا يتعلق بكشف الحقيقة فوضعت له عقاب ممكن يحال على المحاكم ليعاقب على هذا الفعل. وفيما يتعلق بأن احنا هل تعاونوا معنا ولا ما تعاونوش، احنا تعاملنا في بعض المسائل مع المجالس المحلية ووجدنا منها كافة الترحيب وكافة الاستعداد للتعاون معنا وتزويدنا بكافة ما يتعلق بالموضوع المطلوب منهم. وعلى رأس ذلك احنا تو بدأنا حتى في يعني حصر النازحين في الداخل، والمجالس المحلية التي اتصلنا بها لم تقصر معنا وزودتنا بقوائم يعني واضحة منها عدد النازحين ومنها عدد أفرادهم ومنين نازحين ولماذا هم نازحون وهكذا. ولذلك الموضوع هذا يعني لا بأس. متواصلين مشاهدينا الأكارم في هيئة تقصي الحقائق والمصالحة، أسئلة كثيرة يعني حاولنا نطرح جزء منها يعني من خلال نبض الشارع يعني نبض الشارع الليبي. طبعا قبل شيء راحوا بأكثر العربي الشريف عضو هيئة تقصي الحقائق والمصالحة. طبعا نرحب بك في البداية في ليبيا الأحرار. العدالة الانتقالية ودورها في الوضع الحالي وارتباطها بهيئة تقصي الحقائق، أنا عندي سؤال لك بس. العدالة الانتقالية، المفهوم هذا مفهوم العدالة الانتقالية شنو علاقته بهيئة تقصي الحقائق من خلال تواجدكم يعني في هذه الهيئة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا قناة ليبيا الكل الأحرار على اهتمامها بهذا الموضوع، وهو يهم كل الليبيين. وبالنسبة لسؤالك، العدالة الانتقالية عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تمر بها البلاد الآن وتحاول أن ترسي فيها العدالة، وهي تقصي الحقائق والمصالحة جزء من هذه العدالة، وإن لم تكن هي محكمة كما أسلف السيد الرئيس، وإنما هي هيئة قضائية إدارية اجتماعية تحاول أن تتقصى الحقائق في المواضيع التي شملها قانون تقصي الحقائق رقم 17 لسنة 2012، ومنها تقصي الحقائق في المظالم التي حصلت للمواطن من 1969 إلى أن تقوم الدولة الآن. وأنشأت هذه الهيئة فروع لها في كل ليبيا، وأوكل لها لهذه الفروع أن تبحث في المواضيع التي حددت الهيئة
البحث فيها، وهي خمس مواضيع. موضوع الطائرة التي سقطت على مطار طرابلس، وموضوع مذبحة أبو سليم وسجناء الراي، وأحداث الجبل الأخضر في بنغازي، والموضوع الأخير اللي هو النازحين في الداخل. وبدأت الفروع في تجميع هذه المواضيع وقبول الطلبات من كل من يعنيهم الأمر، وحددت الهيئة إلى الأسبوع الثالث من شهر أبريل حتى تجمع هذه الطلبات، ثم تقوم بفردها وتبدأ فيها الفروع بالتحقيق وتقصي الحقائق في هذه المواضيع التي تطرح عليها، ثم تحيلها إلى الهيئة لإعادة فردها من جديد، أو هل تؤيد فيها ما انتهى إليه الفرع أو تضيف أو تعدل. أنا عندي سؤال تحديدا، يعني هو يا ريت يعني مناش كيف تكون إجابته، يعني باستفاضة أو باختصار، هذا لك مطلق الحرية فيه. فيه بعض البنود اللي طارحين أنتم من الخمس بنود يتم فيها، لربما يتم فيها تقصي الحقائق لمرة واحدة، يعني مثلا الطائرة اللي سقطت في طريقها من بنغازي إلى طرابلس، يعني الجنات هم جنات يعني نفس الجنات في كافة الحالات، فهل يتم تقصي الحقائق؟ يعني بديتوا في تقصي الحقائق من موضوع حتى يعني بغض النظر عن عدد الشكاوي المقدمة أم لا؟ يعني إن شاء الله المغزى من السؤال يوصل لي. يعني صحيح. بالنسبة لموضوع الطائرة، كلف بها أحد رؤساء الإدارة في هيئة تقصي الحقائق، وهو الأستاذ عثمان الكف، وبدأ في جمع المعلومات، وبارك الله في من يأتي ويتقدم بمعلومات إلى السيد عثمان لجمع المعلومات، بداية من إقلاع الطائرة من بنغازي أو من مطار بنينة إلى وصولها إلى طرابلس، وصدامها بالطائرة التي شكلت معها الحادث، والآن ما زال بصدد جمع هذه المعلومات، وإن شاء الله قريبا يصل إلى انتهاء هذه المعلومات، وحتى يصل إلى معرفة الجنات الحي منهم وغير الحي. شكرا لك، بارك الله. تفضل. شكرا لكم. الصغير مصباح المجري، أنا مستشار غير متفرغ مع الهيئة. طبعا رحبوا بك في الأحرار. موضوع المصالحة، يعني ركزنا أكثر شيء على تقصي الحقائق في حتى في أسئلتنا السابقة، يعني لأنه هو يعني موضوع مهم جدا، والمواطن يعني أصبح معاش خلاص معاش يحب المصطلحات نتاع المصطلحات الفضفاضة اللي هي ما لهاش تواجد على الأرض بشكل كبير، يحب على الأقل الإجراءات الفعلية اللي توصله للكلمات هذه، لكن هذا ما يمنعش ان احنا نتكلم عليها ونعرفه كيف سبل الوصول لها. المصالحة الوطنية مفهوم كبير، ويعني اضحى، يعني ممكن الناس تقول لك هذا مستحيل في وجود السلاح، لكن مع ذلك احنا متفائلين، واحنا يعني اكيد معنوياتنا كبيرة انه يكون موجود. المصالحة الوطنية وين وجودها في ليبيا الان من وجهة نظرك كشخص على الاقل مهتم بالجانب هذا، ويعني مجال اختصاصك على الاقل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أعتقد أن الشعب الليبي شعب عظيم، والدليل على أنه شعب عظيم تواجد السلاح بكثرة في الشارع بكميات كبيرة وأسلحة ثقيلة، ومع هذا تجد الشارع آمن، الأسواق مفتوحة، المطاعم مفتوحة، الحركة الناس في البلاد إلى حد ما تعتبر آمنة، يعني بالمقارنة بالأسلحة الموجودة اللي في البلاد. وبالتالي أعتقد أن الشعب الليبي الشعب العظيم في إمكانه أن يحقق الكثير، وبالذات فيما يتعلق بالمصالحة. وبهذه المناسبة أنا أتمنى أن الإعلام يركز على وصية المناضل الكبير وينسل مانديلا، المناضل الجنوب أفريقي، اللي قدم نصيحة لدول الربيع العربي. الوضع جنوب أفريقيا يختلف اختلاف كبير عن الوضع اللي موجود. يعني تقولنا شنو هي النصيحة على الأقل، لأن فيني ما يعرفها.
الوضع في جنوب أفريقيا يختلف كبير عن الوضع في دول الربيع العربي، بالذات في شمال أفريقيا اللي هم الأغلبية مالكيين، مذهبهم واحد، ما عندناش طوائف، ما عندناش الأقليات محدودة جدا جدا. الوضع في جنوب أفريقيا الوضع ما بين السيد والمسود، ما بين العبد والسيد، ما بين المستعمر والمستعمر. كانت يعني شعوب قادمة من أماكن أخرى واحتلت جنوب أفريقيا واستعبدتهم عبيد، وحصلت الثورة في جنوب أفريقيا وتحرروا من الاستعمار ومن التفرقة العنصرية. ومع هذا لم ينتقموا من بعض، والاثنين السيد والمسود حاولوا أنهم يبنوا دولة جنوب أفريقيا، والحمد لله اليوم دولة جنوب أفريقيا من الدول العظيمة في 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 العالم. احنا هذه المشاكل في ليبيا مش موجودة عندنا. جميع الليبيين من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب إلى أقصى الجنوب تجد بيناتهم روابط اجتماعية، أو على الأقل في تعارف بيناتهم، بالإضافة إلى أنهم الأغلبية مذهبهم واحد، 100% تقريبا المسلمين. المشاكل الموجودة في الدول الأخرى احنا مش موجودة عندنا، وبالتالي هذه سبب من الأسباب أن المصالحة في ليبيا، المصالحة الوطنية، أسهل نرى أنها تكون أسهل كثير من بقية من بعض الدول الأخرى اللي تختلف في تركيبتها الاجتماعية، تختلف اختلاف كبير عن تركيبة المجتمع الليبي. هذه العوامل مهمة ومساعدة في تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية. أنا نرى ونتمنى من الإعلام أن نركز على هذا الموضوع. يجب أن ننسى الماضي، يجب أن نلتفت إلى بناء المستقبل ونركز على بناء مستقبل ليبيا. إذا كان قعدنا كل يوم نحاسب في بعضنا، وأنت شندرت وأنا شندرت أمس وكذا، نقعد طول عمرنا لا نحاسب في بعض، ولا يمكن أن احنا ننظر لبناء ليبيا وتقدم ليبيا. رمضان إبراهيم أبو غالية، رئيس فرع الهيئة بدائرة محكمة استئناف القمص. طبعا احنا تكلمنا على هلبة مواضيع. ملفت نظري في بنودكم الخمسة على الأقل اللي حتستقبلوا فيها الشكاوي، النازحين. موضوع النازحين موضوع شائك، موضوع معقد، له ارتباط بالعديد من الأمور، له ارتباط بالعدالة الانتقالية، له ارتباط بالمصالحة، له ارتباط بالقضاء، له ارتباط بهلبة أمور. كيف ممكن هيئة تقصي الحقائق تتقصى الحقائق في موضوع النازحين يعني تحديدا؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعيد جدا أن أكون ضيف بقناة ليبيا. يعني أسعد هذه المحطة، وهي القناة هي قناة واكبت الثورة من بداياتها، وأنا طبعا أشكر مجهوداتكم وأتمنى تكون في ميزان حسناتكم. بالنسبة لهيئة تقصي الحقائق، أو تعلم أن هيئة تقصي الحقائق هي هيئة أنشئت بموجب القانون رقم 17 سنة 2012. هذه الهيئة لم تكن هي الهيئة الوحيدة في الدنيا، سبقتنا تقريبا هيئة تقصي الحقائق في ليبيا هي رقم 40 ما بين يعني العديد من هيئات تقصي الحقائق أنشئت في جميع دول العالم، حيث أن كل عقب كل ثورة مسلحة أو تغيير الأنظمة الاستبدادية إلى أنظمة ديمقراطية سيترتب على ذلك العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، وبالتالي سيترتب على ذلك أيضا تصدع وتصدع في العلاقات الاجتماعية وضرر باللحمة الوطنية. ومن ثم فإن إعادة اللحمة الوطنية ومعالجة التصدعات الاجتماعية لا بد لها من جسم، ولا بد لها من قانون يكون هو الطريق الذي يؤدي بنا إلى إنشاء الدولة أو تأسيس الدولة. ومن ثم فإن المجلس الوطني الانتقالي قام أو أصدر هذا القانون اللي هو قانون رقم 17 وأنشأ هيئة تقصي الحقائق. هذه الهيئة تعنى بتطبيق قانون العدالة الانتقالية. قانون العدالة الانتقالية هو طبعا ليس لا توجد عدالة انتقالية وعدالة غير انتقالية، ولكن هذا القانون سمي بهذا الاسم لكون أن هذه العدالة ستطبق في المرحلة الانتقالية، والمرحلة الانتقالية ستنتهي إن شاء الله بصدور الدستور النهائي للدولة. ومن ثم فإن هذه الهيئة هي من مهام هذه الهيئة هي إعادة اللحمة الوطنية للمجتمع ومعالجة التصدعات. طبعا إعادة اللحمة الوطنية لا تكون إلا أولا بكشف الحقيقة،
وهذا وكشف الحقيقة في كل الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان بكافة طرق الإثبات بما في ذلك الأدلة وشهادة الشهود والاطلاع على المستندات وغيرها. وإذا ما اكتشفت هذه الحقيقة فلا بد للدولة أن تعترف بهذه الحقيقة، ومن ثم الهيئة ملزمة بتحديد المسؤول عن هذا الانتهاك، يعني هذا الانتهاكات اللي حصلت في ليبيا من سنة 69 إلى التحرير. هذه الانتهاكات لابد أن تحدد المسؤول عنها، إما أن تكون مسؤولية شخصية وبهذا يكون الشخص المرتكب لهذه الانتهاكات هو ارتكب جريمة جنائية يحال إلى القضاء الجنائي، وإما أن تكون الدولة والدولة ملزمة في هذه الحال بجبر المضرور. سمحني على المقاطعة، يعني بس لأن الموضوع اللي سألتك عليه مهم جدا، موضوع النازحين. يعني أنا سبقتك في السؤال، لأن لربما حتى يعني أغلب اللي ذكرتها كنا تكلمنا عليه يعني، لكن ما يمنعش هذا أن تبلور الحديث بالوجوه الطيبة اللي اليوم شفناها. موضوع النازحين يعني العديد من المشاكل في الموضوع هذا، كيف ممكن لجنة أو هيئة تقصي الحقائق والمصالحة أن هي تقوم على الأقل بخطوة في الموضوع هذا، على الأقل مش في جانب تقصي الحقائق وجانب التعويض، على الأقل في جانب المصالحة بين يعني في أمور واضحة يعني بين النازحين وبين بعض المدن اللي بسببها يعني تم هذا النزوح؟ هو الحقيقة موضوع النازحين هذا موضوع شائك طبعا، ونظر لتداخل عدة جهات في موضوع النازحين الحقيقة أصبح موضوع النازحين متشعب أو أن أكثر هناك أكثر من جهة تتولى موضوع النازحين، إلا أن القانون الحقيقة هو أعطى الصلاحية لهيئة تقصي الحقائق هي المسؤولة عن موضوع النازحين سواء كان في الداخل أو في الخارج. المعالجات التي ممكن أن تقوم بها الهيئة هي أولا نحن قمنا بها العديد من الأعمال، التقينا بالعديد من النازحين في كثير من المناطق، أجرينا معهم الكثير من المقابلات وأجرينا معهم أيضا بعض التحقيقات. نحن نأمل أن نحدد النازحين داخل أولا وسبب النزوح، وعندما يتبين لنا سبب النزوح الأسباب اللي هي التي تحدد طريقة العلاج. نحن نستطيع أن نحدد علاج النازحين أو نستطيع أن نعالج مشاكل بعض النازحين عن طريق معرفة سبب النزوح، لأن الكثير الحقيقة من النازحين لديهم أسباب بسيطة جدا وممكن علاجها بطرق بسيطة. لكن بنسألك بس، أنتوا اللي تكلمتوا معهم شن كان يعني شن كانت إجاباتهم، كيف كانت حتى نفسيتهم يعني بنعرفهم؟ أنت تعرف أنت نفسية النازح، يعني الشخص ينزح من بيته إلى أو من منطقته ومن بيته إلى منطقة أخرى وإلى بيت آخر غير بيته، نفسيته طبعا معروفة، يعني نفسيته لا يمكن أن تكون سعيدة. الشخص النازح عنده هدف، والهدف هو الرجوع إلى بيته ومنطقته، هذا هو الهدف، يعني هذه نفسية النازح. لكن نفسية النازح يأمل في الهيئة أن تجد له حلول، يعني عنده أمل في هيئة تقصي الحقائق أن تجد له حلول. الحقيقة الهيئة لم تتمكن من وضع بعض، يعني لم تتمكن من الوصول إلى 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 حلول لمشاكل بعض النازحين لأسباب تتعلق بالدولة، ما هيش بالهيئة. الهيئة على استعداد تام لأن تتولى موضوع النازحين سواء كان في الداخل أو في الخارج. نحن لدينا الكثير من الكفاءات في هذه الهيئة، اللي يديرون الهيئة هم ناس مستشارون من المحكمة العليا وهم أصحاب خبرة، وهذه الخبرة نحن في أمس الحاجة إليها، وبالتالي نحن نطلب من الدولة أن تكون جادة في موضوع المصالحة الوطنية وأن تعطي الاهتمام لهيئة تقصي الحقائق بتوفير المقرات وتوفير الإمكانيات والوقوف مع الهيئة حتى تتمكن من أداء المهمة المناطة بها. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحمد البشير شيوب، عضو فرع الهيئة التقصي والحقائق الزاوية. أستاذ أحمد، أنا سؤالي وباختصار موضوع النازحين، وأنا مركز على الموضوع هذا أكثر شيء، لأن يعني في موضوع التقصي الحقائق على الأقل تكلمنا هلبة عليه. يعني طلعت حاليا في اليومين اللي فاتوا دعوة من في مؤتمر من أهالي، مثلا من أهالي كمثال يعني للنازحين، من أهالي منطقة تورغة أنهم راح يعودوا لمدينتهم. يعني شن دور لجنة أو هيئة تقصي الحقائق والمصالحة في الموضوع هذا؟ هيئة تقصي الحقائق طبعا هي طبق للقانون رقم 17 سنة 2012 طبعا، يعني مهمتها هي المصالحة والاتصال بالمجالس المحلية والناس اللي لها تأثير في الموضوع هذا، على أساس أن يحاولوا بقدر الإمكان كيف يعني يتوصلوا إلى حل
عودة حتى النازحين الناس اللي مش متضرر كثير وغير إلى أماكنهم مقر سكنهم في الأصل. الشعب الليبي شعب طيب وشعب طيب يعني بالإمكان يعني يتصالح ويتسامح في عدة أمور يعني. بغض النظر كونك يعني في هيئة تقصي الحقائق، شنو الرسالة توجهها للمواطن الليبي في موضوع المصالحة، في موضوع تهدئة النفوس يعني، رسالة واضحة وباختصار؟ والله هو الشعب الليبي شعب طيب وشعب أصيل وعريق يعني، ونتمنى له التوفيق والتراحم ويساعد بعضه ويثقف ويكون عنده وعي وما يسمعش الإشاعات، وصبر لازم يصبر شوية حتى تقوب الدولة والأمور كلها يعني تمشي تمام بإذن الله يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المستشار جمعة عبد الله أبو زيد، مستشار بالمحكمة العليا، وأنا ضيف اليوم لدى الهيئة ولدى الشيخ. أنت ضيف على هيئة أو ضيف علينا إحنا اليوم تحديدا يعني، وفي عجالة يعني نبغى نعرفه كمستشار وكشخص في القضاء، في السلك القضائي يعني، ومواطن ليبي، العدالة الانتقالية والمصالحة وتقصي الحقائق في الوضع هذا اللي تمر به ليبيا حاليا، شن دوره يعني، شن ممكن يأثر في بناء ليبيا، في ان الناس لا تشوف لبناء البلاد ليس لأشياء اخرى كالانتقام كالامور الاخرى يعني؟ بكل تأكيد العدالة الانتقالية وهيئة المصالحة حقيقة هي خطوة رائعة على طريق، خطوة صحيحة من المجلس الانتقالي، وبرضو حتى اختيار أعضاء هذه الهيئة كان من رجال القضاء المتقاعدين اللي هم يحظوا باحترام الشعب الليبي كافة. الحقيقة هذه الهيئة في حاجة ماسة إلى أن تدعم، خاصة من الإعلام، الإعلام عليه دور كبير جدا، لأن المصالحة هي الأمل وهي المستقبل، لأن الشعب الليبي شعب طيب وشعب متجانس، بس لهجة الانتقام وتصفية الحسابات اللي يشوفوها في الإعلام هذه هي يجب تخف حدتها، ويجب أن الإعلام يقوم بدوره في تشجيع هذه الهيئة ودعمها. ولا أستغرب يعني كما علمت من الشيخ حسين اللي يسير اللي هو اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر إلى حتى الآن، يعني معنا اللائحة التنفيذية تصدر عن مجلس الوزراء، هذا المفروض أن تصدر وتدعم هذه الهيئة. هيئة راهي عليها دور كبير جدا، اختصاصاتها واسعة، وفي حاجة ماسة إلى دعم من الشعب ومن الدولة ومن الإعلام بالذات. شكرا لي. عفوا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج المنبر. تكلمنا اليوم في حلقتنا على موضوع مهم جدا، يعني حاولنا نحن نتكلم على الأفعال ونتكلم على الوعود اللي ممكن تقدمها الدولة أو الجهات الحكومية المؤسسة من قبل جهات الدولة حول موضوع المصالحة، حول موضوع تقصي الحقائق، حول موضوع جبر الضرر واللي هو موضوع مهم جدا في المرحلة الانتقالية تمر بها ليبيا. برضو ننوه إلى جانب مهم جدا، ملاحظة أن اللي تم تعويضهم السابق فيما يخص هذه المواضيع لن يتم تعويضهم في لجنة تقصي الحقائق. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج المنبر. هذه تحياتي مني أنا معتز الخريف، بالإضافة إلى المصور المبدع صفوان عواودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.